نبدأ بحمد الله ونستعين به ونستغفره ونطلب الهداية منه سبحانه. نرجع ونأكد أنا لا أتاجر في أي نوع من أنواع الخضار والكوسة مش استثناء، وجميع المعلومات اللي هتيجي في الفيديو مبنية على أبحاث علمية خالية تماما من التحيز، وما تنخدعش بنكهتها الخفيفة. بتحتوي الكوسة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، وكلها عناصر بتساعد في دعم صحة الجسم بطرق كتيرة، وأولهم تعزيز صحة الأنسجة والخلايا لمقاومة الأمراض، وده بسبب احتواء الكوسة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة واللي بدورها بتدعم جهاز المناعة، ومنهم مثالا لا حصرا فيتامين A وC، وهم من أشهر مضادات الأكسدة وأكثرها فعالية، بالإضافة لمركبات زي البوليفينول والكاروتينات، وهي مضادات أكسدة صبغية قوية. كل المغذيات الدقيقة دي بتساعد الجسم على تقليل الالتهاب المزمن واللي بيهاجم خلايا الجسم السليمة في عملية بتسمى الإجهاد التأكسدي، وده باستخدام عامل بيشتهر باسم الجذور الحرة ومصدرها ذرة أكسجين نشيطة. وممكن تؤدي العملية دي لكتير من الأمراض المزمنة زي التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة لكده تم ربط الكاروتينويدز بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية واللي بدورها بتسبب أضرار الجلد والبشرة. الفايدة التانية إن الكوسة حماية فعالة للعين. كلمة السر هنا هي مواد اللوتين والزياكسانتين، ولهم أدوار مهمة وفعالة في الحفاظ على صبغة العين، لأن اللوتين والزياكسانتين بيتراكموا بشكل خاص في شبكية العين، فبدورهم بيساعدوا على الوقاية من أمراض العين المرتبطة بالعمر زي إعتام عدسة العين والضمور البقعي. كمان فيتامين ألف من الكوسة له دور مهم في صحة شبكية العين ووظيفة العين بشكل عام. من فوائد الكوسة كمان صحة القلب بخفض الكوليسترول وضبط ضغط الدم، وده بفضل محتواها من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين كي. أما الألياف القابلة للذوبان في الكوسة فهي بترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، وبتتخلص منه خارج الجسم عن طريق الفضلات بدل من امتصاصه في الدم. ولتوضيح مدى خطورة الكوليسترول وتحديدا النوع منخفض الكثافة واللي لما بتزيد نسبته في الدم بيتسبب في تكوين ترسبات في الأوردة والشرايين، والنتيجة المباشرة أمراض القلب زي النوبات القلبية والسكتات الدماغية. كمان البوتاسيوم والمغنيسيوم هي إلكتروليات بتلعب دور مهم في إيقاع ضربات القلب الطبيعية. وأخيرا فيتامين كي جزء لا يتجزأ من تخثر الدم الصحي. كمان من فوائد الكوسة إنها بتدعم صحة الأمعاء. اتفقنا قبل كده إن صحة الجسم بتبدأ من الجهاز الهضمي، وهنا بتفرض الألياف القابلة للذوبان من الكوسة نفسها كغذاء حيوي للبكتيريا الصحية الموجودة في الأمعاء. بتعمل البكتيريا الصحية دي مع الألياف بشكل فعال على تسهيل مرور الطعام المهضوم خلال الأمعاء واللي بدوره بيمنع الإمساك. كمان البكتيريا الصحية دي بتعمل على مكافحة المواد الضارة الموجودة في الأمعاء وبتمنع مرورها خلال الدورة الدموية. الكوسة كمان بتشتهر إنها بطلة العظام القوية. لما بنتكلم عن الأطعمة الصحية للعظام ومنع هشاشة العظام، فإن منتجات الألبان مش هي الخيار الوحيد اللي يمكن اللجوء ليه. بتوفر الكوسة مجموعة متنوعة من المعادن الحيوية لصحة العظام، ومثالا لا حصرا الفوسفور والمنجنيز ولا يمكن إهمال دورهم بجانب الكالسيوم. وأخيرا الكوسة مستودع لفيتامينات ب، وخاصة حامض الفوليك أو فيتامين B9. بيعتبر حامض الفوليك من المغذيات الدقيقة الحيوية، وهو مهم بشكل خاص للنساء الحوامل ومراحل التطور السريع زي الطفولة والمراهقة. كمان فيتامين B6 بيساعد على منع فقر الدم أو الأنيميا، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي ويعزز صحة الدماغ. وفي حين إن في عديد من الطرق لدمج الكوسة لنظامك الغذائي سواء بالغلي أو طازة مع السلطة،
لازم ملاحظة إن تناول الكوسة النية ممكن تسبب أعراض حساسية حبوب اللقاح عند بعض الأفراد، ولكن من أفضل الطرق هي تقطيعها لشرائح رفيعة ونقعها في قليل من زيت الزيتون مع الثوم المفروم وقليل من الملح والفلفل الأسود، وتعرضها للحرارة المتوسطة في الفرن أو القلاية الهوائية. أتمنى تكون المعلومات مفيدة وقيمة، وبس كده نكتفي بهذا القدر ونراكم على خير.